مرحبا بكم اصدقائي، واليوم من اجمل مكان راح نروح وياكم احلى فلوق مع الاصدقاء والشباب في سلوفينيا، مدينه كوبر على البحر الجميل اللي بصف ايطاليا وكرواتيا. اصدقائي وخلي نروح لفوق. حط لي لايك وسبسكرايب، ومن امام هذا البحر الجميل يلا بينا يا اصدقائي. مرحبا بكم اصدقائي، واليوم رحله جميله ويا الشباب، واحنا طالعين اليوم من النمسا بالتجهين الى سلوفينيا، وهاي الحدود المشتركة أمامكم يا أصدقائي، راح نعبر الحدود. طولنا لايكات ومتابعة وشوفوا الفيديو للنهاية. شوف هسه احنا وصلنا، وهاي هسه الحدود ماكو أي أحد موجود بالحدود، لذلك هي سميت بالاتحاد الأوروبي والفيزا الشنغن. شوفوا يا أصدقائي هسه طلعنا من النمسا وراح ندخل سلوفينيا يا أصدقائي، ويانا الشباب الموجودين سلوان وعمر ومن سوريا وعلي من سوريا دير الزور، وحياهم الله. طبعا سلوان انت زقت الفنيته لو بعدك؟ هيات الفنيته وينها؟ هذيك هي. حلو حلو. لا فنيته سلوفينيا. هياتها. غير تزقها؟ لا الكترونيه؟ بدون ما تلزقها الكترونيه. تمام، وهيا بنا الى مدينه لوبليانا عاصمه سلوفينيا. هاي لوبليانا، خلينا نصور القطعه مالتها. ماريبور لوبليانا عليها السلام. هي زين سلوان، شنو محضرين هناك؟ شنو المفاجآت؟ شنو سولف لنا؟ والله اخوي انا كل شيء ما اعرف، الحلوى الربط بايد الاخ عمر. عمر احكي احكي، سولف تجربتك، هذا المايك ولك الكلمه. والله تجربه الصراحه ما كان في تجربه يعني، بس هيك سياحه وسفر جو مشان نغير جو. نازلين والله حاجزين شقه يعني على الاوتيل، بالاوتيل بالبحر وكذا، هاي الشباب تجهيزاتنا كلياتنا مع بعض سوا. يلا خلينا نروح، بجوز نعمل نشاطات. خلينا نعبرها، بنخبركم بالنشاطات بالايام الجايه ان شاء الله. بعد غيرت كلها تغيرت، حتى شبكه ماكو. علاوي انت جاهز؟ علاوي بلغت الاهل انت راح تروح خارج النمسا؟ خلاص يعني ما بلغ عندنا نفر. الله يعينه الله يعينه. يلا شباب خلي نروح مسافة وراها نصور لكم باقي الرحلة كلها يا أصدقائي. وأصدقائي وصلنا إلى مدينة كوبر في سلوفينيا، والعالم ده تسبح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا الأجواء. وأقول لك أكو حفلات حفلات. هذا الباركينج يا سلام، راح نسوي أجواء روعة روعة. تعال خلينا نروح للشقة يا أصدقائي ونشوف الشقة والمنظر الجميل من هذه المدينة. طبعا هذه هي حارات مدينة كوبر في سلوفينيا، صراحة حارات قديمة وبنيان قديم جدا، ولكن جميلة جدا بناسها، بالبنيان مالتها، بالأشكال مالتها، تحسسني كأنما العمارات أنا شايفها في بغداد صراحة. طبعا هنا نحن نتمشى حتى نوصل للبناية، وطلعت هاي البناية اللي دا يعمرون بيها، وهنا عمر دا يحاول يفتح الكود اللي دازل إياه عن طريق الإيميل. من خلال هذا الكود أنه تنفتح القاصة، ومن خلالها نقدر ناخذ المفتاح وراح نطلع. تبعد عن البحر مثل ما تشوفون يا أصدقائي 400 متر، يعني تقريبا 4 دقائق ماكسيمال إنه الواحد يقدر يطلع من البناية. طبعا بهاي المدينة على البحر راح يكون هنالك حفلة برعاية قناة سلوفينية، مثل ما تلاحظون أمامكم دا يصورون، وأجواء جميلة صراحة، أشياء جميلة. شوفوا البحر ما أعرف مبين منه. أيوه راح يكون حفلة رائعة، والكاميرات والدنيا اليوم راح نعيش أجواء حلوة، محظوظين إحنا. دق عيني، دق 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 دق. طبعا وأبو السوس يمشي بنصهم الحلوين والحلوات. عشناها يا أبو السوس، عيش أجواءك عيش أجواءك. هذا راح أنزله باليوتيوب، خاطر شوفهم حمودي إيش داي يسوي. أبو حمودي شوفوا 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 شوفوا. لا خطير، رجال فقير بس أنا جاي أتبلع عليه. هلا هلا هلا، يقول لك جمعة مباركة. خلنا نتبارك. قاعده تلطم وهنا شن شن. نايس نايس نايس. وصلنا الى اجواء البحر يا اصدقائي، واجواء جميله ورائعه. اوه يا سلام، وهاي نفسه هو بنفس الوقت هو ميناء موجود هنا، والعالم تسبح بهذا الاماكن الحلوه، البحيره. اوه يا سلام، اجواء جميله في مدينه كوبر اليوم راح نعيشها وياكم يا اصدقائي. وهذا هو المكان الجميل الرائع، المنظر الفيو. طبعا وصلنا يا اصدقائي الى هذا المكان الجميل، راح ننزل نسبح هسه حاليا نبلش. وهنا يا اصدقائي هنا راح نروح وياكم بتصوير جوي للمدينه، مدينه مصغره بها عدد سكان ما يقارب 20,000 نسمه. صراحه هاي المدينه
تصارعت عليها دولة سلوفينيا أمام كرواتيا، لأنه هي كل هالمساحة مالتها حتى تطل على البحر 12 كيلو متر، يعني مطيهم 12 كيلو متر فقط حتى أن سلوفينيا تحصل بحر. أما هي كرواتيا وإيطاليا ثاني أكبر دولتين الموجودة في أوروبا محتلين البحر بالإضافة إلى إسبانيا. فهاي المدينة تشوفوها أمامكم سلوفينيا كلش يعني فرحانين أنه حصلوا هاي 12 كيلو متر بموافقة الأمم المتحدة، وهنا بالعكس يعني شافوا أنه حب كبير أنه دا يجوهم سواح من العراق، من سوريا، من مصر، من المغرب، من أي مكان كان. ليش؟ لأنه يريدون يقوون ويشجعون السياحة في هاي المدينة المصغرة اللي عندهم. شفنا الاحترام، شفنا أجواء حلوة، شفنا غروب الشمس، استمتعنا بالوقت، وأيضا أنتوا جربوا.